ما زالت أعداد المصابين بفيروس كورونا في تزايد مستمر حول العالم، في حين تجاوزت الوفيات الناجمة عن الوباء حاجز 4000. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس المستجد الذي يتفشى حول العالم وباء عالمي، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن السيطرة عليه. وبحسب المنظمة فقد تضاعفت الأسبوعين الأخيرين أعداد المصابين بالفيروس خارج الصين 13 مرة، كما تضاعف أعداد البلدان التي وصل إليها الوباء 3 مرات. وفي الجزائر سجلت وزارة الصحة أول حالة وفاة بالفيروس دون أن يحدث أي زيادة في الإصابات المؤكدة حتى الآن، كما أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعليق الدراسة ابتداء من الخميس وحتى 5 إبريل للحد من انتشار الفيروس. من جانبها أعلنت الحكومة السعودية تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى عدد من الدول من بينها الاتحاد الأوروبي التي ظهرت فيها خطر انتشار الفيروس، كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية مع الأردن مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية. وفي أوروبا فقد قررت الحكومة الليتوانية إغلاق جميع المدارس والجامعات لمدة 2 أسبوع جراء انتشار الفيروس، كما أعلنت الحكومة التشيكية حالة الطوارئ لمواجهة انتشار كورونا، في حين قررت سلوفاكيا إغلاق المطارات الدولية ووقف خدمات النقل البري منعا لانتشار الفيروس. هذا بينما أصدرت الخارجية الأمريكية بيانا على موقعها الإلكتروني لتنصح فيه المواطنين بإعادة التفكير في السفر للخارج بسبب التأثير العالمي لتفشي الفيروس.